السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل. أحبائي، نتمنى فيديو اليوم يلقاكم بأحسن الظروف والأحوال إن شاء الله تعالى. أول شيء كنعتذر على فيديو البارح ديال كوني جميلة، ففعلا يعني أعتذر أنه ما كانش فيديو. غادي نشرح لكم من بعد إن شاء الله في قادم الأيام بإذن الله تعالى. المهم بغيت نعتذر منكم احتراما للمتتبعين اللي كنعزهم وكنقدرهم، فضروري من أنني نعطيهم توضيح علاش ما كانش الفيديو ديال البارح. هنا اليوم حنا في كومبوتي نبداو على بركة الله مع فيديو جميل جدا. أنا ملي كنجيب لكم شي برودوي زوين فكيعجبني الحال بزاف بزاف بزاف، عاد كنقول غادي نفرح المتتبعين ديالي وغندير لهم شي حاجة اللي غادي تعجبهم وتلائمهم. فاليوم اختاريت لكم وغادي نجيب لكم او جبت لكم بليتو، اختاريت نهضروا على اوردينري كافيين سولوشن 5%، اوردينري كافيين سوليوشن 5%، منتوج بيان سور من الاسم ربما كاين الناس اللي يعرفوا كاين الناس اللي ما عرفوش، فهو واحد المنتوج صالح لواحد الحاجه اللي كلنا كنعانيو منها بدون استثناء. تقدر تكون نسبة 1% اللي ما كيعانيوش من هذه المسألة، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، كل شيء كيعاني من هذا المشكل اللي غادي ندويو عليه اليوم. فالمنتوج هو عبارة عن سيروم. كنت واحد المرة في الانستغرام كتبت لكم لي برودوي فيغون، واش كتعرفوا شنو هو ان برودوي فيغون؟ برودوي فيغون هو واحد البرودوي او واحد المنتوجات اللي كتعتمد في التركيبة ديالها على مكونات نباتية 100% وما كتدخلش التركيبة ديالها مكون حيواني واحد بالمرة. فالمنتوجات ديال The Ordinary كتعتمد في التركيبة ديالها كلها على المكونات النباتية، وهذه هي المعنى ديال هاد لو تيرم او المصطلح ديال فيغون. يعني ملي تشوفوا هاد الشعار والاشاره ديال فيغون في البرودوي مكتوبه، عرفوا بان المنتوج ديالكم راه يحتوي على مكونات نباتيه 100%. فشنو هما المكونات اللي كاينين في هاد المنتوج ديال The Ordinary كافيين سوليوشن 5%؟ فعندنا منتوجات عفوا عندنا مكونات كثيره بزاف في هذا المنتوج. فغادي نهضروا على الفوائد ديال هذه المكونات اللي كاينه في هذا المنتوج باش نعرفوا كيفاش كيخدم لينا وكيفاش كيحل لينا المشكل اللي كيعانيو منه 99% ديال الناس، اللي هو الهالات السوداء الانتفاخ تحت العنوان التجاعيد كذلك. فعندنا مكونات اللي هي ثانويه وعندنا مكونات رئيسيه. فغنبداو على بركه الله مع المكونات الثانويه. فكنلقاو في هذا المنتوج كنلقاو عندنا لاسيد لاكتيك، هذا الحمض انا ما نقدرش نقول لكم العشق ديالي لهذا الحمض لما له من مزايا وفوائد اكثر اكثر من هائله. فهذا الحمض هو واحد صديق وفي 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 ورائع رائع رائع جدا للبشره، وكنصحكم انكم ما تخرجوش من الروتين اليومي ديالكم للعنايه بالبشره. يعني راه كاين دابا في المنتوجات ديال The Ordinary على شكل سيروم بيغ ديال حمض اللاكتيك، فممكن انكم تستعنوا به في روتين العنايه بجمالكم وجمالكم. فقلنا هذا الحمض هو صديق رائع للبشره، مرطب مبيض مهدئ ومنعش للجلد. كنلقاو ثاني مكون عندنا الجليسيرين. الجليسيرين هو واحد المرطب اكثر من رائع للجلد. علاش؟ لانه كيحتفظ لينا بالماء داخل الجلد، وهذه المساله حنا محتاجينها، او بمعنى اصح الجلد ديالنا محتاج لهذه المساله، حيث الى بقى عندنا الماء داخل الجلد فبطبيعه الحال هذا الجلد ما غاديش يتعرض للجفاف، ما غاديش يتعرض للخشونة، وبالتالي غادي يبقى باين هذا الجلد رطيب، وغادي يبقى دائما واحد الجلد اللي كيبان اللي هو صغير وزوين بيسكو ما كنلقاوش هذاك الجلد اللي هو ناشف ويابس وجاف. كذلك فالجليسيرين من مزاياه ايضا انه عنده مفعول المبيض للجلد، فوصفات كثيره
كيدخل فيها الجليسيرين كمكون، كذلك منتوجات كثيرة كيدخل فيها الجليسيرين كمكون اللي كيكون عندها الهدف هو تبييض البشرة وتبييض الجلد بصفة عامة. ثالث مكون عندنا لاسيد هيالورونيك. بطبيعة الحال ملي كنقولوا لاسيد هيالورونيك فاوتوماتيكمون فكنمشيو لانه واحد الحمض اللي كيوفر لنا واحد الحماية من تجاهيد من التقدم من علامات التقدم في السن. فلاسيد هيالورونيك كيعطينا واحد الترطيب اللي هو عميق وجيد جدا، وكيعطينا او كيعطي الجلد ديالنا واحد المظهر اللي هو شاب وجميل جدا. فاكيد كنا كنعرفوا المزايا ديال لاسيد هيالورونيك. ف هنا سالينا المكونات الثانويه، وغادي نجيو للمكونات الرئيسيه اللي كيعتمد عليها هذا المنتوج بشكل اساسي في ازاله التجاعيد، ازاله الهالات السوداء وازاله الانتفاخ اللي كيعانيو كذلك منه بزاف ديال الناس. فغادي نلقاو كاول مكون اساسي واللي كيحمل هاد المنتوج الاسم ديالو كنلقاو الكافيين. الكافيين هنا جا عندنا في هذا المنتوج واحد النسبه ديال التركيز اللي هي جد عاليه 5%. فالكافيين ثم كتعرفوا بانني دائما كنقول لكم في الوصفات ديالي البنات ديروا بقايا البن في محيط العين، راها كتحيد الهالات السوداء كتحيد الانتفاخ اكثر من رائعه لمحيط العين. فها هو سيروم واجد، غادي غير تشدوه وتحطوه تحت العينين ديالكم، ما غاديش ياخذ منكم مجهود وما غاديش تحتاجوا انكم تغسلوه ولا شي حاجه بحال هكا. فعندكم دي اوردينري كافيين سوليسيون 5%. فالكافيين عنده واحد القدره هائله ديال تنشيط الدورة الدموية، تنشيط ديك العريقات الصغار اللي كيكونوا في محيط العين، وبالتالي ملي كتنشط لنا الدورة الدموية فاوتوماتيكمون ما كيبقاوش عندنا هالات سوداء، ما كيبقاش عندنا انتفاخ، ما كيبقاش عندنا التجاعيد نسبيا، وخا التجاعيد مسألة متعلقة بالترطيب. المهم ما عرفناش فين وصلت، فقلت حيت كنضطر نقطع كنمشي نشوف شي كليون شي كليونت وكنعاود نرجع. فقلنا انه الكافيين كينشط لنا الدوره الدمويه اللي كاينه في محيط العين، لان اصلا شنو هو المشكل؟ ملي كيتختنقوا دوك العريقات اللي كيكونوا عندنا اسفل العين ما كيبقاوش يؤديوا الوظيفه ديالهم، يعني ما كيبقاش يدور فيهم الدم مزيان، فكيظهر عندنا الانتفاخ، كيظهر عندنا الهالات السوداء. فالكافيين هو واحد المادة ولا واحد المكون هائل هائل جدا في التخلص من الهالات السوداء، في التخلص من السموم اللي كتكون محيطة بالعين في هذه المنطقة من الجلد، في التخلص من الانتفاخ اللي كيكون عندنا في محيط العين أو في أسفل العين عفوا. فهذا كان بالنسبة للمكون الأول اللي نسبة التركيز ديالو 5% هذا المنتوج. وندوزو للمكون الثاني، وكذلك هو مكون اكثر من رائع وحنا كلنا كنعرفوا المزايا ديالو المتعدده في راحه العين والتخلص من الهالات السوداء والانتفاخ كذلك التجاعيد. لا ماشي الخيار، ولكن هو ليبيغالو كاتشين غالات. شنو هو هذا ليبيغالو كاتشين غالات ولا الاو جي سي جي؟ هو واحد الى بغينا نقولو نقول لكم بعدا من اين يستخرج، او هاد الماده منين كتستخرج عاد نقول لكم شنو هو. هاد الماده هي مستخرجه من اوراق شجر او من اوراق الشاي الاخضر، اوراق الشاي الاخضر. هو واحد، فهنا غتركزوا معايا مزيان حيت كنبغي نقول لكم المعلومات كلها باش تكونوا فاهمين ومنورين وعارفين اشنو كديروا. فقلنا هاد المادة هي مستخلصة من أوراق الشاي الأخضر ولا من الشاي الأخضر بكل بساطة. هاد المادة هي واحدة من أهم وأقوى البوليفينول اللي كيكونوا أوراق الشاي الأخضر. شنو هما هاد البوليفينول؟ البوليفينول كنسميو كنعطيوه واحد الاسم علمي، كنعطيوه ديك المواد ولا ديك الماده اللي كتكون في النباتات. شنو الدور ديالها؟ كدور ديالها انها كتحمي لنا النبته ديالنا، يعني هذا البوليفينول اللي سميتو
الاو جي سي جي هذا كيحمي لينا النبته ديال الشاي الاخضر من الاعتداءات الخارجيه. فاحنا كنعرفوا النباتات في الطبيعه ف كيتصابوا مثلا بالهذا بالامراض، كيتصابوا بالفطريات، كيتصابوا ان الحشرات كياكلوهم. فهاد البولي فينول اللي سميتو لي بيغالو كاتشين غالات هذا كيحمي لينا الاوراق ديال شجرات، كيحمي لينا الاوراق ديال الشاي الاخضر من هاد الاعتداءات الخارجيه، وهو في هاد الاوراق، كاين في هاد الاوراق. ف The ordinary caffeine 5% solution فهاد المادة ديال ليبيغالو كاتشين غالات فيه كمكون أساسي للدور ديالها، أو إلا بغينا نقولو بلا ما نعقدو الأمور هاد الإسم العلمي وهادشي، فهاد الأوراق ديال الشاي الأخضر كيقومو بالدور ديال مضادات الأكسدة. وحنا كنعرفو دائما مضادات الأكسدة فين ما كانت مضادات الأكسدة، فكنعرفوا أنها غادي تجري لينا على الجذور الحرة، والجذور الحرة هي المسؤولة عن ظهور التصبغات، مسؤولة عن ظهور تجاعيد، الانتفاخ، الهالة السوداء، يعني كاع المشاكل اللي كتكون كتعاني منها أو كيعاني منها الجلد بصفة عامة. لهذا فهاد المكون كنشوفه أنا ضروري ضروري جدا ومهم جدا وجميل جدا للتخلص من جميع مشاكل محيط العين. فهو كيهدأ أو كيفش لنا ذاك الانتفاخ اللي كيكون تحت العين، كيحيد لنا الانتفاخ اللي كيكون تحت العين، كيحيد لنا الهالات السوداء، كيخلصنا من ذاك ستريس اللي كتكون كتعاني منه العين، اللي كيكون سبب ديالو هو ذاك الإجهاد اليومي ودوك الأشياء اللي كنكونوا كنديروها بشكل يومي، وذاك العادات السيئة اللي كنكونوا كنديروها بشكل يومي. هاد العادات السيئة اللي كنكونوا كنديروها خلال النهار فكلها مسؤولة عن ظهور التجاعيد في محيط العين، الانتفاخ والهالات السوداء. فبجميع هاد الفوائد وهاد المزايا وهاد المكونات اللي كاينة في The Ordinary كافيين 5% سوليسيون، فأكيد أكيد كنسولو على الثمن وكنسولو على الحجم. فالثمن كيجي ابتداء 190 درهم، والحجم فهو 30 أمل. بطبيعة الحال دائما وأبدا كنتكلمو على المنتوج الأصلي، حذاري انتبهوا جيدا من التقليد كيفية الاستعمال. فينصح باستعمال هذا المنتوج مرة صباح مرة في المساء، لكن ثم كتعرفوا دائما كنقول استعملوا لي برودوي ديالكم في الليل هكا باش نتفاداو اي اضرار واي يعني اثار جانبيه سلبيه. فغادي نديروها غير مره واحده في الليل. الناس اللي ما كتخافش عندها الشجاعه وما مهم يعني ما كتقتنعش انها دير الحاجه غير في الليل، فممكن انها ديروا مره واحده الصباح ومره في الليل. غادي ناخذ واحد الكميه قليله جدا وغادي نحطوها في تحت الاسفل العين ديالنا. بطبيعه الحال غادي ندير واحد العمليه ديال التدليك اللي هي خفيفه 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 جدا باش ما ناذيوش محيط العين ديالنا. بطبيعه الحال فمع المنتوج ضروري من احتياطات واشياء خصنا نديروها. فاحنا كنعرفوا بان المنتوجات كتبقى هي واحد الاشياء اللي كتعطينا واحد اليد ديال الدعم، هي اشياء مساعده وليست اشياء معجزه غادي تعطينا واحد نتائج خياليه. فلا يعقل اننا ما ناكلوش تغذيه سليمه ومتوازنه، لا يعقل اننا ما نعسوش مزيان، لا يعقل اننا نباتو شادين التليفون ونديرو اوردينري ونقولوا راه باقي فينا الهالات السوداء، باقي فينا الانتفاخ. فطبيعة الحال مع The Ordinary كافيين سوليسيون 5% زائد تغذية سليمة زائد نوم هادئ ومبكر زائد تجنب حمل الهاتف ليلا، فأكيد كلها أشياء غادي تساهم في الحصول على نظرة شابة جميلة خالية من التجاعيد، خالية من الهالات السوداء، وخالية من الانتفاخ. دامت لكم الصحة دائما وأبدا. أضرب لكم موعدا جديدا واللي كنحشم غدا إن شاء الله على قناتكم. كوني جميلة، درتم وطابت أوقاتكم في أمان الله.